بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين يا أرحم الراحمين أما بعد نتابع الحديث في كتاب الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله في كتابه في كتاب البر والصلة والآداب ونبدأ بباب جديد وهو باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما وأورد فيه حديثين نقرا الثاني ما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاه فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الانصار فقال الانصاري يا للانصار وقال المهاجري لا يا للمهاجرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهليه؟ قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الانصار فقال دعوها فانها منتنه. فسمعها عبد الله بن ابي فقال قد فعلوها؟ والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال عمر: دعني أضرب أضرب عنق هذا المنافق. فقال عليه الصلاة والسلام: دعه. لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذا الحديث أولا فيما يتعلق ببعض الكلمات الغريبة عندنا لفظة كسعة وكسعة بمعنى ضربة ولماذا لم يقل ضربة وقال كسعة لأن كسعة هو ضرب مخصوص كما قال علماء اللغة يعني الضرب على مؤخرة الرجل باليد أو بالرجل أو بغير ذلك وهذه دقة في اللغة العربية كل كل حركة من الحركات كل تصرف له اسم معين ايضا عندنا كلمه في غزوه قال في غزوه من الغزاة لم تسمى هنا ولكن هذه هذا الحديث العلماء يقولون وقعت هذه القصه في غزوه بني المصطلق وغزوه بني المصطلق كما تعلمون علماء السيره يقولون ابن اسحاق ومن معه يقول وقعت في السنه السادسه من الهجره بينما الواقدي يقول وقعت في السنه الخامسه الارجح انها وقعت في السنه السادسه لانها باتفاق علماء السيره انها وقعت بعد غزوه الاحزاب والخندق احزاب وقريضه نعم هذه الغزوه يلاحظ انه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير من المنافقين لانه يعني كان صار للمسلمين شوكه، وهؤلاء لا يخرجون الا طمعا في غنيمه، يعني راوا ان النصر حليف المسلمين، يعني قرأوا كما يقال الاحداث، فخرج عدد كبير ليس حبا في الجهاد وانما طمعا في الغنائم. وفي طريق الرجوع حدثت حوادث عظيمه منها هذه الحادثه يعني خلاف بين المهاجرين والأنصار وتطور هذا الخلاف إلى أن يعني كاد أن يكون خلاف يفت في عضد المسلمين أنه داخل المسلمين داخل المجتمع الإسلامي فالنبي عليه الصلاة والسلام قال دعوها فإنها منتنة يعني هذه عصبية جاهلية ومعنى منتنة أي قبيحة كريهه مؤذيه لها رائحه كريهه وهكذا العصبيه الجاهليه ولم يكتفي بذلك النبي عليه الصلاه والسلام بل امر بالرحيل على غير عادته كان يعني مثلا وقت الظهر ينزل وينزل كل الجيش على غير عادته صلى الله عليه وسلم امر بالرحيل وسار بالناس يوما وليله والعلماء السيره يقولون الهدف من ذلك حتى يشغل الناس عما يدور من قال وقيل بين المهاجرين والانصار وكان ايضا للمنافقين دور كبير تمثل كما تعلمون في حادثه الافك هذا اخطر حادثه وقعت في حياه النبي صلى الله عليه وسلم هي حادثه الافك لانهم اتهموا يعني السيدة أم المؤمنين آه، بنت الصديق رضي الله تعالى عنها بالإفك العظيم والحادث معروفة آه، الذي يهمنا هنا آه، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع رأس النفاق وتعلمون أيضا يعني عبد الله بن أبي رأس النفاق يعني له مواقف يعني يوم أحد يعني له خيانه كبرى. والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا لم يعاقبه ولانه و... لم يعني هو عنده من الذكاء الذي لم آ... 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 لم يسجل عليه آ... اي مخالفه ظاهريه كما يقال الان في علم القانون. يعني لما هو النبي عليه الصلاه والسلام حاكمه وانا يعني كثيرا ما كنت افكر انه النبي عليه الصلاه والسلام كيف لم يعاقبه في غزوه احد وخان خيانه عظمى وسحب كما يعني ثلث الجيش. يعني لما درست هذا الموضوع رايت ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يعاقبه لانه قال يعني ما ما كنا نعلم قتال هكذا تحجج يعني في الظاهر قال لو لو لو, لو نعلم قتالا لاتبعناكم. ما كنا نعلم قتال وبالتالي رجعنا والنبي عليه الصلاه والسلام يعلم انه كاذب ولكن يعني القاعده نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. ايضا هنا نجد عبد الله بن ابي له موقف يعني اراد ايضا ان يجعل فتنه بين المهاجرين والانصار وتهدد وتوعد ومن كلامه قال بس نصل للمدينة لا يخرجنا الأعز منها الأذل ويقصد الأعز إنه هو ومجموعته والأذلين هو النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين وسيدنا عمر رضي الله تعالى عن كلمة كبيرة قالها يعني فيها فيها إذلال للمسلمين ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال دعه دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذه يعني هذه الألفاظ النبوية العظيمة تؤصل للمسلمين درسا عظيما تعلمنا كيف نتعامل مع أهل النفاق. النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في 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 كثير من الحوادث السيرة النبوية أنه لم يتعامل مع المنافقين عسكريا وإنما تعامل نفسيا. نعم قد يكون نحن نخسر واحد اثنين عشرة عشرين لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرغب في الجيل الثاني الجيل الثاني فعلا الله هو ابن عبد الله بن أبي كان من كبار الصحابة وصلحائهم فكان يتعامل معهم تعاملا نفسيا ولم يعاقبه معاقبة جنائية قال دعوا وهذا يؤصل لما يعرف في عصرنا هذا بالمحافظة على السلم الاهلي والامن الاجتماعي. يعني تصور لو ان النبي صلى الله عليه وسلم عاقب هذا المنافق. وهنا نفاق يعني عقائدي ليس نفاقا اخلاقيا، نفاق عقائدي ومع ذلك نرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعه لم يعاقبه. وكما قلت يؤصل لنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعده مهمه في مجتمعاتنا الاسلاميه وهي المحافظه على الامن الاجتماعي والسلم الاهلي لماذا لان اعظم ما تتعرض له مجتمعات المسلمين من مخاطر الفتنه الداخليه لو حصلت فتنه داخليه نسال الله العافيه يعني لا يامن الانسان على دينه لا يامن على عرضه لا يأمن على صلاته لا يأمن على تجارته لا يأمن ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت رغم نفاق العقائدي، لأنه هذا كان يعني زعيم وله وجاهة عند قبيلته ولهذا تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبه رغم ما قال من مقولة فيها إساءة بالغة للنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين وللمهاجرين. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم يدخل كما قال الامام النووي في قاعده ما هي هذه القاعده الفقهيه او يستنبط من من هذه الحادثه؟ قال هذه تسمى عند يعني علماء الاصول من باب أخف الضررين وأهون الشرين يعني ما قاله ضرر لكن معاقبة ربما تؤدي لضرر ضرر أكبر تفتيت المجتمع الإسلامي لا نصبر على مقولته وعلى تصرفاته مقابل أننا نحمي مجتمعاتنا الإسلامية من التفكك والاختلاف وما شابه ذلك الإمام النووي رحمه الله يقول هذا في يؤخذ من هذا الحديث الصبر على بعض المفاسد خوفا من, أتت من ان تترتب على ذلك مفسده اعظم، وهذا من الفقه العظيم، وهذا الفقه ماخوذ من القران الكريم. نحن نقرا سوره الكهف كل يوم جمعه، ونرى تصرف الخضر عليه السلام عندما خرق السفينه. وموسى عليه السلام وهو النبي المرسل اعترض عليه كيف هؤلاء حملونا وتخرق السفينة وفيها مفسدة عظيمة يعني هذه خرق السفينة يمكن أن يؤدي إلى قتل الأنفس يعني ليس فقط هلاك الأموال قتل الأنفس يمكن يؤدي إلى غرق كل السفينة ولهذا في الآية الكريمة سيدنا موسى عليه السلام قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرأ ما قال منكرة علماء التفسير يقولون الإمرة بمعنى منكرا عظيما يعني هذا الذي فعله من خرق السفينة كان أشد من مما فعله في الغلام ولهذا جاء التعبير القرآني فقال إمرأ يعني أمرا منكرا عظيما كيف تخرق السفينة وهم حملون ويمكن أن يؤدي هذا إلى هلاك الأنفس والأموال قال انك لن تستطيع معي صبرا ثم بين له قال اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا فلذلك خرقها حفاظا عليها من الاغتصاب فهنا العلماء يقولون انه يعني هنا هو استعمل اخف الضررين واهون الشرين يعني ان تكون في السفينه عيب ويصلح بعد ذلك هذا العيب افضل من ان تذهب السفينه كلها فهذه القاعده اذا اخف الضررين واهون الشرين يمكن ايضا ان تستنبط من قصه موسى مع الخضر عليه السلام وبالمناسبه يعني انا رايت كلام للامام الغزالي رائع جدا في موضوع استنباط الاحكام الشرعيه من القصص من القصص القران يعني من المعلوم ان ايات الاحكام محصوره في القران ربما بعضهم اوصلها الى خمسمائه ايه او اكثر او اقل على كل لكن الاحكام الفقهيه التي تستنبط من القصص كثيره جدا كما نبه واشار الى ذلك الامام الغزالي رحمه الله تعالى. فهذه اذا هذا الحديث الذي اورده الامام مسلم في صحيحه اذا يؤصل لقضيه عظيمه وهي كيف ان النبي عليه الصلاه والسلام حمى المجتمع في المدينه من التفكك ومن الاختلاف وهذا هو ما يريده أعداء الدين، هذا ما يريده المنافقون يعني لو أن هذا الخلاف استمر بين المهاجرين والأنصار لما قام الإسلام قائمة فاستطاع النبي صلى الله عليه وسلم بهديه الشريف وبما أعطاه الله سبحانه وتعالى من حكمة استطاع أن يقضي على الخلاف في جذوره يعني قولا وتوجيها وفعلا كما رأينا لما سار بالجيش وقضى على هذه الفتنه من اولها صلى الله عليه وسلم. ننتقل الى باب اخر قال باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم. واورد حديث ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن.. للمؤمن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا هذا الحديث واضح النبي صلى الله عليه وسلم يوجه الأمة إلى تراحم المؤمنين وتعاضدهم والتعاطف فيما بينهم التعاون فيما بينهم هذا واضح جدا ولكن ايضا يؤخذ كما يقول علماء اصول الفقه بطريق الاشاره حكما او توجيها نبويا يتعلق بما يسمى في عصرنا هذا بالعماره بالبناء والعماره لان النبي صلى الله عليه وسلم هنا هو صحيح يقول المؤمن للمؤمن كالبنيان المؤمن للمؤمن ولكن شبه تعاطف المؤمنين فيما بينهم بالبنيان المرصوص. ما معنى البنيان المرصوص؟ قال يعني معناها اولا يشير الحديث الى مشروعيه البنيان. لو ان البناء او العماره لم يكن مشروعا لما شبه النبي صلى الله عليه وسلم قوه البنيان شبه تعاطف وتراحم المؤمنين فيما بينهم بقوة البنيان فهذا يعني أيضا يؤخذ بطريق الإشارة على مشروعية البنيان وقوته وإتقانه أيضا وموضوع البناء والعمارة أيضا هذا من يعني المواضيع المعاصرة ووفق الله عز وجل أنا جمعت الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البناء والعمارة فتقريبا يعني بلغ عددها أو تجاوز عددها ما يقرب من خمسين نعم جمعتها وحللتها واستنبط منها أحكام البناء والعمارة وكان من, 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 من هذه الأحاديث أيضا الجميلة التي وردت في البناء والعمارة أيضا هذا مرتبط بموضوعنا موضوع البناء والعمارة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن مثلي ومثل الأنبياء من قبل كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبن في زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنه قال عليه الصلاه والسلام فانا اللبنه وانا خاتم الانبياء هذا الحديث رواه البخاري ومسلم والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث شبه نبوه الانبياء عليهم السلام بالبيت الجميل فهذا ايضا في هذا الحديث اشاره تدل على مشروعيه البناء الجميل ايضا، ليس البناء العادي، البناء الجميل اذ لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم ان يشبه ما اتى به الانبياء، النبوه وهو اعظم شيء في الدين النبوه، شبه النبوه بالبيت الجميل. فكيف يشبه النبي صلى الله عليه وسلم النبوه وهو امر عظيم بشيء مكروه او لا يجوز. لابد ان يكون مشروع. ومن هنا اذا يستنبط من هذا الحديث مشروعيه البناء والعماره وايضا اذا كانت جميله ايضا لا باس. قل من حرم كما قال الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينه الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر يقول ان الله جميل يحب الجمال. يعني هذا ايضا نص عام ينفعنا في 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 كثير من الاشياء في البناء، في العماره، في اللباس، في الطعام، في الشراب. فهذا التوجيه النبوي يخالف ما جاء في الاحاديث الموضوعه. يعني مثلا عندك حديث موضوع قال اذا بنى الرجل بناء تجاوز سبع اذرع ناداه ملك من السماء، اين تذهب يا افسق الفاسقين؟ هذا حديث حكم المحدثون القدامى والمعاصرين بانه موضوع. لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بينما الاحاديث الصحيحه التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تشير الى البناء طيب ما هو اذا ما ما, ما, ما بنى الانسان اين يسكن يعني هذا من, من 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 الضرورات ولهذا يعني العلماء نقلوا الاتفاق اتفاق الفقهاء على مشروعيه البناء وان يكون جميلا وما الى ذلك وايضا شيء اخر يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حديث المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا هذا تشبيه شبه تعاون المؤمنين بالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وهذا ايضا ورد هذا التشبيه في كتاب الله تبارك وتعالى فان الله عز وجل قال ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص. فهذا التشبيه النبوي مصداقه من القران هذه الايه الكريمه. ثم بعد ذلك ايضا يعني كلمه يشد بعضه بعضا وكلمه المرصوص تدل على الاتقان. وهذا ما فعله المسلمون في عمارتهم. ونحن نعلم ما فعله المسلمون الان لو لو تنظر كل العواصم الاسلاميه القديمه ابتداء من الاندلس ما فعله المسلمون من بنيان يشهد على الجمال والاتقان على الجمال والاتقان يعني اليوم مثلا اي انسان اليوم دخل الاندلس وزار قرطبه ودخل الى الجامع الكبير يا الله ما هذا الجامع تتعجب من جماله أم من حسنه أم من سعته أم من اتقانه؟ يعني عمر الجامع اليوم تجاوز ألف سنة ومع ذلك لما اليوم تدخل هذا الم... حتى يعني الآن أي واحد فينا ممكن يدخل حتى في الإنترنت يشوف بس الجامع الكبير في قرطبة. سبحان الله ما هذا الجمال. اليوم إسبانيا يعني من أعظم مواردها ما ياتيها من موارد السياح العالم كله يذهب لينظر ما تركناه ما, ما ما فعله المسلمون من حضاره عظيمه نعم ما كان العالم يعرف هذا الجمال في البناء ما كان يعرف هذا الجمال في الحدائق ما كان يعرف هذا الجمال في 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 برك الماء وما الى ذلك بنوا حضاره جميله جدا 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 وكذلك أيضا العواصم القديمة الآن اذهب إلى دمشق إلى حلب إلى القاهرة إلى كل عاصمة يعني عربية مسلمة تجد الآن الجامع الأموي في دمشق أيضا عمره أكثر من ألف سنة انظر هذا السعة وهذا الإتقان وهذا الجمال وكذلك في كل كل مدننا الإسلامية القديمة هكذا في في مدينة حلب يعني يوجد في المدينة القديمة أيضا الجامع الأموي الكبير عمره أكثر من ألف سنة في يوجد أيضا في داخله مشفى مشفى يعني بنيت في زمن نور الدين الشهيد يعني عمره تقريبا 800 سنة يعني أنت لما تدخل هذا المشفى موجود إلى اليوم نحن يوم من الأيام دخلنا هذا المشفى وإذا بناء عجيب ثم رأينا بين الأعمدة في هناك اعمده وبعد ذلك هذه الاقواس. بين الاعمده وبين الاقواس يوجد طبقات خشبيه. فكان معنا احد الاخوه المهتمين بالهندسه المعماريه القديمه والمعاصره. سالناه يعني ايش هذا السر وضعوا آه هذا الحاجز من خشب؟ قال هذا ضد الزلازل. سبحان الله! قبل 800 سنه كانوا يفكرون بالزلازل ويضعون ما يحمي البناء من الزلازل، قلت له نحن الان يعني في 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 هذا العصر الان البناء المعاصر ربما كثير من الناس لا, لا, لا تهتم بهذا الامر. يعني انظر الى هذا الاتقان، ثم شيء اخر قال يعني يتكلم الذي يعرف، قال هذا هذا المشفى عندما ارادوا بناءه يقول وضعوا قطعا من اللحم في عدد من اماكن المدينه، ثم نظروا أيها أكثر تأخراً في عدم التعفن فأقاموا عليها البناء لأن هذا مكانها جميل وصحي لأنه هذه مستشفى ثم تبين أن هذه المشفى للأمراض النفسية سبحان الله علماء المسلمين يهتمون ببناء مشفى قبل 800 سنة للأمراض النفسية وفي هذا المشفى يوجد باب امام من امام الـ على الـ على الطريق الخارج يعني على الشارع العام ويوجد باب خلفي ايضا يعني قال لنا تعرفون لماذا هذا باب من امام باب من خلف لا نعرف قال هذا يدخل مثلا مريض نفسيا من هذا الباب ويعالج داخل هذا المشفى قال لما لما الله عز وجل يكتب له الشفاء ويخرج لا يخرجونه من هذا الباب الاول لعله يتذكر دخوله فيعود إليه المرض يخرجونه من باب خلفي باب آخر حتى ينسى مرضه تماما هكذا إذا يعني موضوع البناء وموضوع العمارة سواء كان الذي هو أسسه النبي صلى الله عليه وسلم وأصله عندما يقول كان بنيان مرصوص معناه إتقان أن تتقن هذا البناء فيبقى هذا البناء ألف عام أكثر من ألف عام نعم وجميل أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله جميل يحب الجمال. فظهر هذا الجمال إذن في بنائنا في مساكننا، في بيوتنا في طعامنا في شرابنا في كل مفردات حياتنا ظهر مثل هذا الإتقان وهذا الجمال صلى الله عليه وسلم. فعندما يقرأ هذا الحديث يعني الآن بعض الناس ربما لا تنتبه ان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على التعاون نعم هذا هو الذي يعني النبي صلى الله عليه وسلم ساق الحديث ليوجه الامه الى التراحم والتعاطف والتعاضد والتعاون لكن يؤخذ بطريق الاشاره معنى لان النبي عليه الصلاه والسلام لا يمكن له ان يشبه امرا مشروعا بامر غير مشروع ننتقل الى الحديث الاخر حديث النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم, في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى هذا الحديث ايضا النبي عليه الصلاه والسلام يوجه الامه الى التعاون والتراحم ويضرب الامثال والامثال في حديثه صلى الله عليه وسلم كثيره وعظيمه وجميله وفائده التمثيل هي يعني تصوير المعاني بقوالب حسيه لان كثير من الناس يعني تفهم الامور المحسوسه اكثر من الامور المعنويه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شبه هذا التعاون بالجسد ولكن هذا الجسد يقول عليه الصلاه والسلام اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى هذا التشبيه ايضا الذي أورده النبي عليه الصلاة والسلام يشير إلى قاعدة قاعدة شرعية معروفة التعاون والتعاضد لكن أيضا يشير إلى قاعدة طبية تتعلق بالطب وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير في حديثه هذا إلى أن مرض أي عضو في جسد الإنسان يؤثر على كل على كل أعضاء الإنسان. هذه إشارة طبية وهذه أيضا يؤيدها الآن اليوم الطب الحديث. يعني فعلا أي أي عضو يختل في جسم الإنسان ممكن يؤثر على أعضاء أخرى فيعتل كل الجسد وربما يعني يصيب الإنسان أعضاء الإنسان يصيبها الوهن ويصيبها التعب. لكن أيضا ينشأ من هذا مشكله اخرى اليوم ما يسمى بتشخيص المرض في هذا الحديث ايضا اشاره الى ان الانسان اذا اصابه مرض ما يعني معناها الجسم كله يختل وبالتالي يكون هناك مشكله في تشخيص المرض وهذه يعني من اكثر ما يعاني منه الاطباء والمرضى موضوع تشخيص المرض و الاخطاء الطبيه التي تحدث للاطباء احيانا الماهرين وفي كثير من الاحيان غير الماهرين يقع لهم من الاخطاء الكثيره في تشخيص المرض يا ما من مرضى عندهم مرض معين وذهبوا الى المشافي والى الاطباء ولم يستطيعوا ان يشخصوا العله التي اصابت هذا الانسان لانه ربما اثر على كل الجسد فلم يستطيع ان يشخص العله فادى الى الى مصائب في عالم الطب ولهذا يعني ايضا في هذا الحديث اشاره ان هذا الجسد عندما يمرض في عضو فينبغي على الطبيب ان يكون ماهرا وان يشخص المرض الذي هو وقع في المرض وليس اعراض ذلك المرض الذي ظهرت على اعضاء اخرى ومما يؤسف له اليوم يعني قبل قبل فتره كنت في في لقاء مع طبيب يعني من اهل الدين والصلاح حكى لي قال لي يعني من من المآسي هو طبيب في في مشفى يقول من المآسي التي نعانيها نحن الاطباء اليوم ان المريض عندما الان يدخل المشفى قال الطبيب لا لا يعني ان يبحث عن التشخيص الصحيح والعله يعني ما ادري يعني فقدنا الاخلاص هو طبيب يتكلم يقول فقدنا الاخلاص فقدنا الاهتمام يعني يقول الطبيب يجلس في المشفى هو فقط ينظر الى راتبه الى دنيا ما يهمه أن هذا المريض لما جاء يشكو من المرض يريد ان يبحث يعني كيف كيف يعني يشفى من هذا المرض كل هذا لا يعني المهم هو يعني يقول له اي كلام وربما يحوله الى طبيب اخر وهكذا. وهذا كله من نقص الاخلاص، من نقص التراحم، التعاون بين الناس، بين المسلمين، الاخلاص في العمل الذي امرنا به، نسأل الله العافيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشاره عظيمه في كلماته الشريفه، قال اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ننتقل الى باب جديد باب النهي عن السباب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المستبان ما قالا فعل البادئ ما لم يعتدي المظلوم يعني هذا فيه نهي عن السباب وفيه ايضا تصريح من النبي صلى الله عليه وسلم ان البادئ هو الذي يتحمل الاثم وان المظلوم نعم اذا رد ليس عليه اثم لماذا لان الله سبحانه وتعالى في القران يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها. يعني يحق للإنسان أن يرد لكن أن 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 يعتدي في الرد فيزيد هنا يقع في الإثم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ما لم يعتدي المظلوم بمعنى إذا اعتدى وزاد ورد عليه بـ بـ باكثر مما قال فهذا وقع في الاثم وظلم صاحبه. وهذا يقع لكثير من الناس يعني ربما احدهم يعني تكلم فيه كلمه او 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 ما ذلك او ما الى ذلك يقول والله انا ارد عليه عشر كلمات. فهذا من الـ من الـ جاء الحديث صريحا في النهي لماذا؟ لان المظلوم هنا اصبح ظالما. أصبح ظالما باعتدائه في الرد فالنبي صلى الله عليه وسلم ينبه إلى ذلك حتى لا يقع الإنسان في المحظور الله سبحانه وتعالى يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله من حقك أن ترد لأنه نحن عندنا القاعدة الشرعية اما قاعده العدل واما قاعده الفضل العدل ان ترد والفضل ان تعفو ولهذا جاء في الباب الذي بعده شرح لهذا الحديث قال باب السحباب العفو والتواضع عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقه من مال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه الله هذا الحديث اول اشاره يمكن ان انبه اليها وهذا ذكرت في اول يوم من ايام الدوره ان الامام البخاري رحمه الله فقهه في تراجم بابه يعني هو فقهه اذا اردت ان تعرف فقه الامام البخاري في في تراجم الابواب. الامام مسلم رحمه الله هو ما هو ما كتب اصلا تراجم الابواب. نعم هو كتب كتابه مرتبا على الكتب والابواب ولكن تراجم هذه الابواب التي ترونها ليست له هذه للشراح. سواء القاضي عياض أو قبل القاضي عياض أو بعد القاضي عياض الإمام النووي. كما نص على ذلك ابن الصلاح في علوم الحديث وتابعه النووي وغيره. والإمام النووي هو مختص بكتاب صحيح مسلم يقول تراجم الأبواب ليست من الإمام مسلم رحمه الله. يعني أراد أن يجعل كتابه فقط لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يلاحظ أن الإمام مسلم وهنا تظهر عبقري عبقريته. فقه الإمام مسلم في الأحاديث التي يريدها يعني مثلا هذا مثال واضح جدا يعني هنا, هنا ذكر قال المستبان ما قاله فعل البادئ هذا عدل ولكن يوجد فضل فجاء بالحديث الذي بعده ليؤصل لقاعدة الفضل فماذا قال؟ قال, قال وما زاد ال... الذي ينفعنا في 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 تقييد الحديث الاول او زياده ايضاح للحديث الاول قال وما زاد الله عبدا بعفو الا عزه يعني معناه انت ممكن ان ترد لكن ان تعفو فانك اذا عفوت ابدلك الله ثوب العز وانت تظن ان عدم الرد هو ذل لك يعني الآن الإنسان لماذا يدافع عن نفسه إذا اعتدي عليه بكلمة أو أو لأنه يقول لك أنا مو ذليل لماذا هو يذلني لماذا يعتدي علي سأرد هكذا هو حاله ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم أنت لا ترد وإذا كتمت غيظك فإن الله سبحانه وتعالى يعطيك او 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 يلبسك ثياب العز كما جاء هنا في الحديث وما زاد الله وما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وكذلك ايضا يعني هذه ثلاثه امور في هذا في هذا الحديث النبوي الشريف ما نقصت صدقه من مال ما زاد الله عبدا بعفو الا عزا وما تواضع احد لله الا رفعه الله ثلاثه امور يتوهم الانسان فيها توهمات كثيره ويكون للشيطان مداخل كبيره للانسان يعني الانسان الان لماذا لا يتصدق يقول يا كيف ياتيه الشيطان يعيده بالفقر يقول له كيف انت تتصدق عندك اولاد احفظ هذا المال لمستقبلك لاولادك لماذا ويمنعه بينما النبي صلى الله عليه وسلم ينبهنا فيقول ما نقصت صدقه من 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 مال وهذا الحديث يعني ما معنى ما نقصت بعض العلماء فسروها على ان يعني الله سبحانه وتعالى يضع البركه في هذا المال لكن هناك علماء قالوا لا هذا على حقيقته فعلا ما ما تنقص الصدقة المال والدليل على ذلك من كتاب الله تبارك وتعالى ماذا قال الله تعالى في, في كتابه وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين هذا نص صريح وما تنفقوا من شيء فهو يُخْلِفُهُ خلف على الله سبحانه وتعالى لكن هذا يحتاج إلى توكل واعتماد على الله تبارك وتعالى، فهذا حقيقة لا ينقص. ربما يقول طيب كيف أنا موظف وراتبي محصور؟ طيب يا أخي أنت توكل على الله. الله عز وجل والله يفتح لك من الأبواب الرزق ما لا يخطر لك على بال. لكن يحتاج إلى توكل إلى اعتماد على الله سبحانه وتعالى وإيمان ويقين بكلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. اليقين من الله والشك من الشيطان الشيطان يعيدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفره منه وفضله فدائما اليقين من الله الشك من الشيطان ياتيك الشيطان يوسوس وهذا هو عمله عمل الشيطان هكذا نعم ثم قال وما تواضع احد لله الا رفعه الله ايضا يعني في كثير من الناس يغلب عليهم التكبر، يعني يقول لك والله انا منزلتي ووضعي الاجتماعي وما ايضا هذه وساوس شيطانية. لكن لو انه تواضع فان الله سيرفعه. والذي يتكبر فان الله سيخفضه تماما. هذه هذا قانون. قانون الهي يطبق على الاشخاص وعلى الاشياء. حتى على الأرض نحن عندنا مثل يقول الأرض الواطئة تشرب ماءها وماء غيرها يعني الأرض المنخفض يعني سبحان الله يقال تشرب ماءها وماء غيرها لأن هذه الأرض تواضعت فشربت ماءها وجاء ماء غير وكذلك البشر من تواضع لله رفعه ومن تكبر معنى الحديث ومن تكبر أذله الله سبحانه وتعالى وهذه يعني قضايا ايمانيه ينبغي على المسلم ان يتفكر فيها وان يؤمن بها مع اليقين فيحصل له ذلك والله اعلم ما يتعلق بالعفو في قصه لطيفه جدا للامام الحسن البصري تابع الجليل يقول يعني في كان له بعض الاصحاب نام عنده ليله يقول فسمعه طول الليل يدعو لمن ظلمه فلما استيقظ قال له يا ابا سعيد انت رايتك طول الليل تدعو لمن ظلمك حتى انا تمنيت ان اكون انا ذلك الرجل فلماذا تفعل ذلك؟ فقال له انا افعل ذلك لقول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله قال فأنا أنتظر ذلك الأجر من الله هذا مقام عالي مقام عالي من مقامات اليقين والإيمان هو ليس فقط يعفو وإنما يدعو لمن ظلمه وهو سيد التابع من سادات التابعين رضي الله تعالى عنه حسن البصري رحمه الله يعلمنا درسا عظيما لماذا هو يطلب الأجر أنت تطلب الأجر من البشر إلى من رب البشر إذا طلبته من الله فإن الله يعطيك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر باب تحريم الغيبة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما الغيبة؟ قلنا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته بمعنى كذبت عليه من البهتان تحريم الغيبه معلوم الايات التي جاءت والاحاديث التي وردت وهذه معروفه معلومه ولها مضار عظيمه يعني من هذه المضار من مضار الغيبه قالوا من من مضارة أنت عندما تتناول الإنسان بالغيبة فإنك تحرمه من حق الدفاع عن نفسه لأنه ذكرت في غيبته فلو كان موجودا لدافع عن نفسه وقالوا أيضا يعني من الحكم من حكم تحريم الغيبة قالوا الاشتغال بمعايب الآخرين رجوع إلى الماضي ومن اشتغل بماضيه اضر بحاضره ومستقبله اضرارا بينا. وهذا ملمح من ملامح تعطيل المواهب. فاذا في الغيبه تعطيل لمواهب الانسان. الفقهاء يقولون الزمن جزء من الثمن وعليه فان تضييع الازمنه التي وهبك الله سبحانه وتعالى اياها بالكلام عن الناس اهدار للزمن الذي اعطاك الله اياه لماذا حرمت الغيبه ايضا قال العاقل لا يقبل ان يحاكي حياه الاخرين وعاداتهم ونتائج افكارهم الجيده ويعد ذلك تقليدا فكيف يسمح لنفسه ان يحاكي اسوا ما عندهم الغيبه ان تذكر اخاك يعني بما, بما يكره يعني بمعنى تذكر الاشياء السيئة فكيف تسمح لنفسك ان تحاكي اسوأ ما عند الناس؟ الانسان العاقل يترفع عن هذا. وقالوا ايضا ان تعويد الالسنة على ذكر معايب الاخرين انما هو في حقيقته مضغ للحوم البشر. ومن فعل ذلك فقد انحط عن درك الحياة الانسانية. وهو وألف التطبع بطبائع الوحوش من الحيوانات، يعني هذا ليس من صفات الانسان العاقل ان يذكر الناس ويغتابهم ويتكلم فيهم وما الى ذلك. تحريم الغيبه امر واضح ولكن ايضا سؤال هل يستثنى من تحريم الغيبه بعض الاحكام؟ نعم الامام النووي رحمه الله ذكر في شرح هذا الحديث في شرح مسلم قال يستثنى من ذلك سته امور ما هي اولا قال في حاله التظلم يعني مثلا انت امام القضاء امام الحاكم تقول فلان ظلمني هذه ليست الغيبة المحرمه ثانيا الاستعانه على تغيير منكر منكر شاع وذاع وانت ايضا تريد ان يعني ان ان تخلص الناس من هذا المنكر فتذكر تقول نعم فلان يفعل ذلك وذلك هذه ليست من الغيبه المحرمه. ثلاثه الاستفتاء شخص يذهب الى المفتي فيقول له مثلا اخي ظلمني اخي اخذ مني كذا وكذا هذا يجوز وان كان الامام النووي رحمه الله يقول الاجود ان لا يسمي يقول رجل ظلمه رجل او كذا ويتكلم و رابعاً تحذير المسلمين من الشرور ويدخل في هذا الباب جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين ومن له ولاية أو ما يسمى في عصرنا هذا من له إدارة في موضوع الدوائر وما إلى ذلك يعني لو واحد مثلا تكلم لنقص مثلا أو خلل معين مثلا لعدم اهليه مثل هؤلاء او لفسقهم او للاخلال بوظائفهم قال هذا ايضا لا يدخل في باب الغيبه. الامر السادس قال ان يكون مجاهرا بالفسق. من جاهر بالفسق فقد اسقط ايضا عنه هذه الحمايه الربانيه من تحريم الغيبه، يعني هو هو ابتدا بالاعتداء. الامر السادس التعريف. يعني مثلا فلان أعمى فلان أعمش لا بأس أن تذكر ذلك للتعريف ولكن شريطة أن لا يكون للتنقيص يعني ما تذكر على وجه التنقيص وإنما على وجه التعريف لا بأس قال الإمام نووي وإن كان التعريف بغير هذه الصفة أولى أيضا لحفظ آه هذا الإنسان وهذا يعني ما قلناه من جرح الرواة نتج عنه علم عظيم. سمي عند علماء الحديث بعلم الجرح والتعديل. وعلم الجرح والتعديل كما تعلمون من اعظم العلوم التي ابدعها علماء الحديث النبوي الشريف لحفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا يلاحظ في منهج الإمام مسلم وأنا دائما أقول انه من منهج الامام مسلم ان فقهه في 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 تناوله وعرضه للاحاديث يعني هو ياتي بحديث يؤصل لقاعده ياتي بحديث اخر يستثني او يقيد المطلق او يخصص العام او يفسر المجمل او يؤكد ما جاء من اصل هذا من منهج الامام مسلم الان لو تنظرون يعني هو اولا اتى بحديث تحريم الغيبه ثم بعد باب ليس الباب الذي بعده البعده قال باب مدارات من يتقى فحشه وأتى بحديث عائشة أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أذنوا له فلبئس ابن العشيرة أو بئس رجل العشيرة فلما دخل عليه ألان له القول قالت عائشة فقلت يا رسول الله قلت الذي قلت ثم ألنت له القول فقال عليه الصلاة والسلام يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشه فهذا الحديث اتخذه علماء الحديث حجتهم في جرح المجروحين الرواد قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذا الرجل السيء نعم في صفاته في أخلاقه فعلماء ف ف الحديث عندما يتكلمون في باب الجرح والتعديل يأتون بهذا الحديث ليؤصل لهم ما قاموا به لأنه علم كبير واسع ومع ذلك أيضا وضعوا ضوابط يعني هل الجرح مشاع ويعني يتوسع فيه لا هو استثناء من القاعدة الأصل التحريم الأصل أن الغيبة حرام ولكن الاستثناء لضرورة الضرورة هنا لحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ضعف الضعفاء وجرح المجروحين وبدعة المبتدعين وما إلى ذلك ووهم الواهمين ونسيان الناسين وما إلى ذلك ولكن أيضاً العلماء يقولون ما كان استثناء يقيد ولا يتوسع به يعني الانسان معناه ما ياخذ راحته ويبدا يعني بالكلام على الناس وتجريحهم واحيانا لا يحتاج يعني احيانا بعض الناس لا يحتاج احيانا كلمه واحده ولهذا يعني من اورع من راينا في علماء الجرح والتعديل وعلماء الحديث وكلهم من اهل الدين والورع لكن الامام البخاري رحمه الله ضرب مثالا رائعا في ذلك، قال ارجو ارجو الله ان لا يحاسبني انني اغتبت رجلا. طب ما هو عنده كتب في الجرح والتعديل، كان دقيقا جدا. وكان يكتفي احيانا بكلمه. ومن عباراته انه يقول فيه نظر، عباره دقيقه جدا. ومن قال فيه الامام البخاري فيه نظر يعني يعني هذا يعني كلمة جارحة قوية يعني هذا لا يحتج به عند الإمام البخاري ففيه نظر يكتفي بهذه اللفظة ويعني هذا كما قلت للضرورة والضرورة تقدر بقدرها لا يتوسع فيها من لا تحتاج إلى جرح لماذا تجرحه مثلا من لا تتعامل معه في تجارة لماذا وهكذا ايضا يعني يدخل في هذا الباب مثلا موضوع التجاره، تريد ان تشارك احدا في 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 الزواج. نعم، في التعليم، في كثير من القضايا يعني يدخل هذا الباب انه الانسان يسال لان كم ضيعت احيانا من اديان واموال بهذا السبب. ربما انسان مثلا يتردد الى انسان معروف يعني مثلا بفكر منحرف. لا عليك أن تنصحه مثلا إنسان يريد أن يتزوج وتعرف أن هذا إنسان لا يصح الزواج أيضا تنصح هذا, هذا من النصيحة الواجبة لا سيما إذا سئلت طبعا كذلك في التجارة كم من أناس ضيعوا أموالهم نتيجة عدم السؤال يرى في الظاهر أنه صاحب دين ربما يصلي نعم يعني نعرف رجلا من أهل الدين والصلاح يعني ضيع كل ماله بسبب أنه وثق بآخر ولم يسأل عنه ولم يتثبت فضاع كل ما ضاع فالشريعة تحفظ الحقوق وأن تسأل وعلى المسؤول أن يتكلم الحقيقة التي يعرفها وليس هذا من الغيبة وإنما من باب النصيحة الواجبة ننتقل الى باب جديد بعد باب تحريم الغيبه قال باب بشاره من ستر الله عليه عيبه في الدنيا بان يستر عليه في الاخره عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة، والله هذه بشارة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يعني إذا سترك وقد فعلت خطيئة أو ذنبا فهذه بشارة من الله لا سيما إذا تبت. نعم بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سبحانه وتعالى سيسترك يوم القيامة. باب فضل الرفق عن جرير عن, عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يحرم الرفق يحرم الخير وفي حديث عائشه رضي الله تعالى عنه يقول عليه الصلاه والسلام يا عائشه ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه ويقول عليه الصلاه والسلام ايضا في حديث عائشه قال ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه وهذا يعني توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم واضح الانسان يكون رفيق لا سيما مع اهله مع اولاده مع زوجته مع من يتعامل معهم الرفق طيب ويكون فيه الخير كل الخير بينما العنف لا يؤدي الا الى الشر. ثم ننتقل الى صفحه 82 سنختم بهذا الحديث. حديث في باب باب جديد باب المرء مع من احب. الحديث من طريق ثابت البناني التابعي الجليل المعروف يرويه عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعه؟ قال: وما اعددت للساعة؟ قال: حب الله ورسوله. قال: فإنك مع من أحببت. حديث رقم 163. قال أنس: فما فرحنا بعد الإسلام فرحاً أشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب الله ورسوله. وابا بكر وعمر فارجو ان اكون معهم وان لم اعمل باعمالهم هذا حديث عظيم اولا يستفاد من الحديث ان هذا الرجل الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو اعربي وساله عن الساعه ويخاف الساعه وكلنا نخاف الساعه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه كان حكيما نقله من السؤال عن امر مستقبل الى العمل فقال وما اعددت لها فالاعرابي كان صريحا قال ما اعددت لها الا حب الله ورسوله فافاد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فانك مع من احببت وهذه بشاره عظيمه لكل من يحب الله ورسوله انه يكون معهم ولهذا عبر عن هذه الفرحه العظيمه انس رضي الله تعالى عنه قال ما فرحنا بعد الاسلام فرحا اشد من قول النبي صلى الله عليه وسلم فانك مع من احببت وبين لنا ايضا انس رضي الله تعالى عنه يقول فانا احب الله ورسوله وابا بكر وعمر ونحن ايضا نقول نحب الله ورسوله ونحب ابا بكر وعمر ونحب كل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الاخيار ونحب ال بيته الاطهار ونسال الله سبحانه وتعالى ان يحشر ان يكون معه ان يحشر مع معهم يوم القيامه في ظل العرش يوم لا ظل الا ظله. و بهذا نكون يعني نتوقف عند هذا الحديث لنفسح المجال لبعض الاسئله اذا كان هناك اسئله ولكن قبل الاسئله يعني من باب نذكر لكم سند الذي يوصل الى الامام مسلم وهذا من سنن العلماء كما جاء عن الامام عبد الله بن المبارك رضي الله تعالى عنه قال الاسناد من الدين ولولا الاسناد لقال ما من شاء ما شاء وبالتالي انا اقتدي بهم فاذكر لكم سند الامام مسلم وبعد ذلك يعني نجيزكم بما قراناه من صحيح مسلم فصحيح مسلم ارويه بالسند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق عدد من شيوخي سأكتفي بإيراده من طريق شيخنا المسند محمد ياسين الفاداني المكي وهو قد أجاز لي في سنة ثلاث وأربعمائة وألف يعني قبل أكثر من قبل خمس وثلاثين سنة أجاز لي في مكة المكرمة وهو الشيخ محمد ياسين فاداني رحمه الله يروي صحيح مسلم عن شيخه المسند عبد الرحمن بن أحمد الحلبي ثم المكي وهو عن المحدث عبد الرحمن الكزبري الحفيد الدمشقي وهو عن الشيخ مصطفى الرحمة الدمشقي وهو عن الشيخ عبد الغني النابلسي وهو عن الإمام نجم الدين الغزي الدمشقي وهو عن والده شيخ الإسلام بدر الدين الغزي عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عن شيخ الاسلام الحافظ ابن حجر العسقلاني عن الامام ابراهيم بن احمد التنوخي البعلي عن الامام المحدث علي بن ابراهيم بن العطار عن الامام شيخ الاسلام ابي زكريا يحيى النووي عن ابي اسحاق ابراهيم بن ابي حفص عمر الواسطي عن منصور بن عبد المنعم الفراوي عن ابي عبد الله ابن عن ابي عبد الله محمد بن الفضل فراوي يجوز فيها الوجهان فراوي بفتح الفاء وضمها والاشهر الفتح عن ابي الحسين عبد الغافر الفارسي عن عن محمد بن عيسى الجلودي بضم الجيم واللام عن ابراهيم محمد بن سفيان عن الامام ابي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري بأسانيد الفاداني وبأسانيد الإمام مسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون بيني وبين الإمام مسلم يعني تسطعش رجل وهذا نسأل الله عز وجل يعني من, من أعلى الأسانيد والحمد لله وأقول وأنا العبد الفقير وأنا لست أهلاً للإجازة ولكن من باب التبرك بهؤلاء وذكرهم والالتحاق بأساندهم أقول قد أجزت لكم بما قرأتموه بما قرأناه وبما سمعتم مني من أحاديث الإمام مسلم بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا أجيزكم بكل كتاب مسلم إجازة يعني بما سمعتموه مني سماعا وبباقيه اجازه بالشروط المعتبره عند ائمه الحديث ومن جملتها التثبت في معرفه الاحكام في معرفه الحق والصواب اما بسماعها من الشيوخ المعتمدين او الرجوع الى الشروح المحرره واوصيكم بما اوصاني به شيوخي الكرام وهو تقوى الله في العلانية والسر وأن تراقبوه في الخفي والجهر ودوام الاشتغال بالعلوم النافعة حسب الطاقة استفادة وعند التأهل إفادة والإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله وأرجو منكم أن تتذكروني بدعواتكم الصالحة والله ولي التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل بقبول حسن وأن ينفعنا بذلك يوم القيامة يوم العرض عليه إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير وأشكركم بأنكم صبرتم علي هذه الأيام فبارك الله فيكم ونفع بكم وجزاكم الله خيرا واعلموا ان خير الاعمال، انا بالنسبه لي خير الاعمال في هذا العصر هو نشر العلم. خير الاعمال في هذا العصر هو نشر العلم، لا سيما العلم الشرعي، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من ممن ينشر العلم وممن ينفع الله به امين امين والحمد لله رب العالمين.